اهلا واضح. معاكم دكتور المزيكا من قلب اسكندريه. انا عندي 22 سنه بالظبط، تمام. اسمي الحقيقي زياد محمد، من اسكندريه، بلعب مزيكا اسمها الاكابيلا. كان نفسي العب اله اسمها ساكسفون، بس ما كنتش اعرف هي ايه، فروحت اشتريها اسال وكده، فكانت ب 3000 جنيه، فكانت غاليه قوي يعني في وقتها، فقلت والله لا العبها ببقي. دكتور المزيكا قلت اسمي يبقى بسيط وسهل على ودن الناس، وتبقى حاجة تدل على اللي أنا هقدمه. رد فعل الناس كانت صدمة بالنسبة لي كبيرة جدا، تمام. أنا لعبت مزيكا في نفق، تمام، وفي شارع وفي ترام وفي مترو وفي قطر، فمن الآخر أنا بلعب للشعب، بلعب لأقل طبقة لأعلى طبقة. ففي اللي بيعدي بيقول لي إيه الجمال ده وإيه الحاجة الجميلة اللي أنت بتعملها دي، وفي اللي بيعدي بيقول لي إيه القرف ده، لا إيه يا عم اللي أنت بتقدمه ده مش حاجة كويسة. في الاول انت ما تنفعش، ايه يا ابني دور على حاجه تنفعك، انت كده ما بتعملش حاجه مفيده. طب يا حاج ما فيش. اول ما طلعت في اول قناه فلقيت ايه ده، لا ده انطلابك، انت بتعرف تتكلم، انت مش عارف ايه. انا دلوقتي بجد هبقى كذاب جدا لو ما قلتش ان هم وقفوا معايا وفي ظهري من اول ما بدات، ان هم فعلا شافوني ان انا بدات ابقى حاجه لحد دلوقتي. بيدعموني ان انا اصلا ولا عايزين نحلق شعري ولا عايزين نبطل مزيكا، هم شايفين ان باذن الله ده يبقى مستقبل. بتمرن نفس تمرينات اللي بيغني، وبقيت بحاول ان انا انمي ثقافات كتيره، بقيت بحتك مثلا بحد بيغني، بحد مثلا دانسر، فباخد منه افكار المزيكا. بحاول ان انا مثلا اسمع شرقي وتركي وهندي وبلوز وريجي وكانتري وجاز وبوب وكل انواع المزيكا. بحاول بقدر الامكان ان اخلي المزيكا مش هوايه بس، بحاول ان انا اخليها شغل، وتبقى حتى فرصه كبيره جدا لما باذن الله افتح اكاديميه. فلما افتح اكاديميه باذن الله اقدر ان انا ادرس ده، فاقدر ان في ناس تكسب منه، هتكسب كتير وهيستفادوا من حيث قيمه مزيكا ومن حيث مبالغ ماديه. دورك جاي ضارب من كله، انا ضارب حي، شايف سحاب، انا مغيب. دورك جاي. اللي انا نفسي احققه واللي انا نفسي اوصله ان انا فني يوصل للعالم كله، دي فعلا حاجه نفسي احققها وباذن الله في يوم من الايام. بالنسبه لي لما جيت ان انا اقدم مزيكا، ما كنتش بقدم مزيكا عشان انا عايز اتعلم حاجه وخلاص، انا بجد كان نفسي ان انا ابقى حاجه وسط اصحابي، دي كانت بدايتها، ان انا كان نفسي ابقى حاجه وسط اصحابي. طبعا سمعت اللي انت بتعمله ده، صوت الناموسه وصوت الدبانه، بس دلوقتي سبحان الله يعني كل الناس اللي كانت واقفه ضدي دول اول ناس واقفين في ظهري، بس انا بقول الحمد لله ان انا وصلت لحاجه كويسه. وبجد انا مثلا لما ببقى مخنوق، فرحان، زعلان، متضايق، جعان، عطشان، اي حاجه الفن فيها بيبقى موجود. يعني انا لما ببقى عايز اعبر عن حاجه لحد فبعبرها له بالفن،